انضم الي عبر الهاتف عضو تنسيقيه معلمي جنزور عياد شقمان. سيد عياد، ارحب بك معي في هذه النشره. اهلا وسهلا بك اخي، مساء سعيد، احييك واحيي قناتكم الموقره واحيي كل الاخوه المشاهدين. حياك الله. موضوع مشاكل او المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ليس جديدا، لكن من خلال الاعتصامات التي نفذت في العام الماضي كان هناك اتفاق على يعني الاستجابة لبعض مطالب المعلمين ومنها علاوة الحصة. ما الذي استجد حتى دعاكم للخروج مرة أخرى هذا العام؟ أخي، السنوات الماضية والسنتين الماضيتين طلبنا ليس بعلاوة الحصة، طلبنا برفع رفع رواتب المعلمين وليس علاوة الحصة. علاوة الحصة تعطى لمن للمدرس اللي له جدول يعني فقط. أما المدرسين الثانيين، هناك مدير مدرسة، هناك الإداريين، هناك المشرفين الامتحانات وغيرهم، فنحن طالبنا بزيادة الرواتب ليس بعلاوة الحصة. طيب ما الذي حصل في موضوع زيادة المرتبات؟ الحقيقة إلى الآن لو سمحت فقط سيد عياد، اسمعني فقط من الهاتف. نعم تفضل. الآن تسمع علي كويس؟ نعم أسمعك بشكل جيد. الله يبارك فيك. الحقيقة ما فيش استجابة للمطالبة السنوات الماضية، ولم يستجد أي جديد يعني. فعدنا الكرة هذه العام وإن شاء الله يكون في استجابة للمعلمين. طيب من الإخوة المسؤولين سواء في المجلس الرئاسي أو في وزارة التعليم، وإحنا عندنا أمل بأن يكون في استجابة إن شاء الله. ما الذي يدعوكم إلى هذا الأمل؟ يعني هل تواصلتم مع وزارة التعليم، مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس؟ ما هي اتصالاتكم التي أجريتموها؟ الحقيقة هو كان فيه قرار من مجلس النواب ولم ينفذ. هناك مطالبات عديدة والوعود كثيرة ولكنها لم تنفذ إلى الآن. نعم. فدعينا مرة ثانية إلى الاعتصام من جديد وإلى المطالبة من جديد إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر السيد عياد الشقمان عضو تنسيقية معلمي جنزور، تمعي عبر الهاتف.